أفادت مصادر عسكرية اليمن شباب باشتداد المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في ثلاث جبهات غرب وشمال غرب مأرب. وقالت المصادر إن جبهات الكسارة والعبدية غرب مأرب والجدعان في الشمال الغربي للمحافظة تشهد منذ الساعات الأولى ليوم الاثنين مواجهات ضارية تلقت فيها الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، من بينها تدمير عربة مدرعة ودوريتين تحملان تعزيزات للميليشيا في جبهة الكسارة، وذلك في قصف مدفعي للجيش الوطني. يأتي هذا تزامنا مع تقدم محدود أحرزه الجيش الوطني في الجبهة الجنوبية الغربية لمأرب، ومنها جبل البلق المطل على بحيرة سد مأرب. كما شهدت جبهة العبدية غرب مأرب معارك ضارية طوال ساعات ليل الأحد وصباح الاثنين، وتمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من كسر هجمات وعمليات تسلل للميليشيا الإرهابية. إذا وللوقوف على آخر التطورات العسكرية في محافظة مأرب ينضم معنا سيدة النقيب مصطفى القحفة الضابط في الجيش الوطني. نرحب بك سيدة النقيب معنا في أخبار المنتصف. إذا بالنسبة للطائرات أو ربما الصواريخ البالستية، ما زالت الميليشيا تمطر مأرب بهذه الصواريخ، أكثر من 15 يعني صاروخ باليستي. ما ربما آخر الصاروخ الذي استهدف حي الروضة؟ ما هي تأثيراته سيدة النقيب؟ أحييكم في قناة يمن شباب وأحيي مشاهدي قناة شباب. تحياتي. آخر التطورات وهو المنطلق من الصاروخ الأخير الذي قصف اليوم على الحي الشمالي الغربي لمحافظة مأرب المدينة. نعم. والذي وقع في حي الروضة أسفر عن مقتل الشهيد الشاعر المواطن النازح من أصل محافظة عمران الذي نزح إلى محافظة مأرب، ثم نزح إلى محافظة ما نزح قبلها إلى الجوف. نعم. ثم بعد أشهر وصل إلى مأرب نازحا مرة أخرى. هو اليوم الشهيد عبد الرحمن سراج وأربعة جرحى إلى جانبه، استشهد الشهيد الشاعر، ومن خلال قناتكم نعزي الأسرة. نعم. الثقافية والأدبية اليمنية بهذا المصاب وشعبنا الكريم. وعن المعارك الدائرة، نعم، التقرير الذي تحدث فيه أخي، إذن هناك ضحايا كما تحدث سيدة النقيب. نعم، وتم استشهاد كما تحدث الشهيد عبد الرحمن سراج رحمة الله تغشاه. نعم. سيدة النقيب، بالنسبة الآن طيب لآخر التطورات العسكرية في شمال وغرب مأرب في الكسارة والجدعان والعبدية، ما آخر أيضا التطورات؟ ذكرنا أن هناك صد لهجوم وأيضا كسر لربما محاولات للميليشيا للتسلل، حدثنا على آخر التطورات. نعم نعم، التقرير كان رائع يعني الذي ذكرتموه. ففي ليلة الأمس حدثت اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة وبمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في جبهة جنوب مأرب في جبل مراد. وفي هذه الجبهة التي اشتبكت فيها شن رجال القبائل مع أبطال الجيش الوطني هجوما مباغت على جبهة رحبة، واستعادوا عدد من المواقع التي كانت قد سيطرت عليها الميليشيات الحوثية. ايضا الى جانب تلك الجبهة جبهة العبدية كان فيها اشتباكات قوية ليلة امس، اسفرت عن دحر وكسر الميليشيات الحوثية وتكبيدهم خسائر. جبهة قوية فيها رجال ابطال الجيش الوطني والكثير من رجال القبائل. هناك صد منيع استطاع أن يكسر ليلة أمس هجوما كبيرا في جبهتي العبدية وجبهة مراد في رحبة، وهناك خسائر تكبدتها الميليشيات في هذه الجبهة. أيضا في جبهة الكسارة الهجوم المتواصل في جبهة الكسارة، وهي معركة عنيفة وشرسة تصدى أبطال الجيش الوطني فيها أمس واليوم، وأيضا أسندت بطيران التحالف ودمرت في هذه الجبهة العديد من عربات المدرعات التابعة للميليشيات الحوثية وأيضا الأطقم التي كانت تحمل تعزيزات عسكرية. اليوم أيضا قصف طيران التحالف أسفر عن استهداف دبابتين. نعم. واستهدف عربة مدرعة في نفس الجبهة. نعم. أيضا في صرواح. نعم. استهدفت في الساعات الماضية عدد أربع دبابات مدرعة وعدد من الأطقم. الجيش الوطني في جبهة البلق تقدم ليلة أمس
باتجاه منطقة الزور وادي دنا، ودخل إلى العمق في منطقة صرواح ووصل إلى منطقة الهيال. اشتبك في منطقة الهيال وحقق تقدمات وأحرز انتصارات وكسر هجومات كانت ميليشيات الحوثي تعد لهجوم مماثل للسابق الذي سبق على منطقة البلد. جميل. دعني أتوقف عندما ذكرته سيدة النقيب، يعني تحدثنا يعني هناك اشتباكات ما زالت مستمرة ربما ومستعرة بين الميليشيا الإرهابية وكذلك الجيش والقبائل سواء في جبل مناد، العبدية، الكسارة وكذلك رحبة وأيضا في صرواح. وهل أفهم من كلامك أن طيران الجيش أو ربما طيران التحالف العربي هو مواكب الآن لهذه المعارك؟ نعم 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 أختي أماني، الطيران ساند في الساعات الماضية وفي الأيام الماضية وحقق ضربات نوعية، استهدف في صرواح 4 دبابات في الساعات قبل الماضية، وأيضا اليوم قبل في الساعات الصباح الأولى استهدف دبابتين وعربة مدرعة أيضا للحوثيين في جبهة الكسارة. كذلك في جبل مراد أيضا استهدف في جبهة جبل مراد استهدف عدد من التعزيزات. نعم، يعني كما تؤكد سيادة النقيب ان يعني طيران التحالف متواجد ويرافق الجيش ورجال القبائل، ونتمنى ان يكون طبعا يعني يحدث فرقا كبيرا في سير المعارك. دعني ايضا اتوقف في هذا التقدم كما ذكرت المحدود في الجبهه او الجهه الجنوبيه الغربيه في جبل البلق، كما تحدثت هناك اشتباكات كما تحدثت، وفي منطقه الهيال، ما اهميه هذا التقدم في سير المعارك حاليا؟ في هذا المنطقة المهمة جدا وهي التي حاولت الميليشيات الحوثية اختراقها ودخول من هذه الثغرة على هذا المكان، والذي استشهد في هذا المكان أحد أبطال رموز الجمهورية العميد شعلان ورفاقه مثل أمثال الشهيد نوفل والصلوي وعدد من الشهداء. في هذا المكان الذي سيرت الميليشيات الحوثية أهم كتيبة تتبع عبد الملك الحوثي مدربة شخصيا لحمايته وحراسته، وصلت إلى هذا المكان ولقت حتفها وتم تدميرها ودهسها. أختي أماني، أذكر من ضمن القادة الذين لقوا مصرعهم في منطقة البلك، منهم قائد المجاميع وقائد الهجوم على منطقة البلك القيادي الميليشاوي الحوثي أبو نايف السحاري، لقى حتفه في جبهة صرواح في منطقة البلك. أيضا مصرع القيادي الحوثي الميليشاوي يحيى المتوكل وهو قائد الهجوم على البلق الغربي، وهو ما يسمى برئيس أركان حرب الحرس الجمهوري لدى الميليشيات الحوثية، وما تزال جثته لدى أبطال الجيش الوطني إلى اللحظة. أيضا مصرع القيادي العميد الركن سيف محمد المعمري، ما يسمى بقائد اللواء 13، وكذلك مصرع القيادي الحوثي الميليشاوي أبو عصام الحمزي، والذي كان الذي يسمى قائد الحزام الأمني الثابت في الجوف، وهو ابن أخت مدير أمن الجوف المعين من الحوثيين، وأيضا لقى حتفه في جبهة مارب اليوم. أيضا مصرع القيادي الحوثي المسمى أبو هجوم المنتحل لرتبة عميد المسمى علي محمد الرزامي، وأيضا لقى حتفه ومرافقه في جبهة الرواح. أيضا مصرع المجرم الحوثي أحد قتلة الشهيد العميد القشيبي وهو عبد الله الحسني الذي لقى حتفه في جبهة البلد. نعم، إذا كما تحدث سيادة النقيب الكثير من القيادات الحوثية لقوا حتفهم جراء هذه الاشتباكات كما تحدث في البلق، ويعني أكدت لنا هناك اشتباكات وهناك تقدمات بالنسبة للجيش ورجال القبائل في هذه المنطقة، والميليشيا تخسر عتادها وكذلك قياداتها الميدانية في هذه المعارك الضارية. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيادة النقيب مصطفى مصطفى القحفة الضابط في الجيش الوطني، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.